السلام عليكم. في اسئله كتير بتجي لي على الحالات المركبه تقويم اسنان، ايه انواع الاكل اللي ياكلوها وايه الحاجات اللي ما يقدروش ياكلوها وازاي يغسلوا اسنانهم بطريقه صحيه تحافظ على نظافه وصحه اسنانهم بحيث بعد ما يشيلوا التقويم بيبقى كانهم ما فيش اي حاجه ضرت اسنانهم. اولا هنتكلم على انواع الاكل اللي ممكن ياكلوها، اي اكل متاح ليهم بالكامل ما عدا النواشف. النواشف بما فيها اللب والسوداني والمكسرات، تمام، والحاجات المقرمشات والحاجات اللي فيها قطع كبيره زي التفاح وزي الكمثرى، الحاجات دي كلها ممكن ناكلها بس يتقطع التفاح والكمثرى بالسكينه القطع الصغيره. ونفس الكلام على السندوتشات اللي فيها حاجات مثلا مقرمشات او العيش الناشف او المقرمشات، ما ينفعش ناكلها بالطريقه دي. اما بالنسبه للحاجات غسيل الاسنان، فممكن نغسل اسناننا بنجيب فرشه اسمها انتردنت او فرشه ما بين الضروس. دي بتبقى فرشه رفيعه تدخل ما بين حوالين البريزز، وفي فرشه للتقويم. او لو ما عندكش ده، اسهل طريقه ممكن تجيب الفرشه بتاعتك العاديه وتقص الصف اللي في النص لنص طوله، تمام. فرشة الانتردنت او اللي هي مشهورة قوي في التقويم دي بتستخدم حوالين البراكت بس، يعني تستخدم حوالين البراكت، لكن غسيل سناننا من جوه بالفرشة العادية جدا. نتكلم على الطوارئ بتاعت التقويم. لو دلوقتي حضرتك حصلت بعد زيارة طبيب الاسنان ولسه بقى على زيارة كتير، او طبيب الاسنان مش عارف توصل له وحصل ان في حاجة من الاسلاك فكت او كسرت وبتشكك او بتضايقك، ايه اللي ممكن تعمله؟ ابسط حاجة لو حضرتك في البيت مع حضرتك الدكتور الاسنان، لو مدي لك حضرتك شمع تقويم، هتاخد جزء من شمع التقويم ده وتحطه على الجزء اللي بيشك حضرتك او بيضايقك عشان نبعد عنه. طيب دلوقتي مفيش حاجة زي كده متاحة معايا، الحل التاني ممكن اجيب لبان بدون سكر سواء اي نوع من الانواع وامضغه واحطه على الجزء اللي بيشكني ده لغايه ما اروح لطبيب الاسنان. الحل التالت وده اقصى حاجه ممكن تعملها، يعني ما نتعداش حاجه زي كده، ان لو سلك بيشكني او حاجه من الحاجات زي دي ممكن بمقص او حاجه بسيطه اقص السلك اللي بيشكني بحيث ان هو ما يضايقنيش لغايه ما اروح للزياره القادمه لطبيب التقويم. شكرا جزيلا.